نرحب بجميع الحضور والمشاركين معنا في هذه الليلة في محاضرة العودة الآمنة للمدارس. ضيفتنا لهذه الليلة هي الدكتورة أشواق عبدالله سف. راح أبتدي بنبذة تعريفية بسيطة عنها. هي حاصلة على بكالوريوس طب عام وجراحة من جامعة القاهرة، تعمل في وزارة الصحة منذ العام 1999. كذلك هي حاصلة على البورد الإيرلندي والبورد العربي في طب العائلة، وانضمت لقسم الصحة المدرسية في عام 2012. هي جمعية السكر البحرينية والجمعية البحرينية لفرط الحركة وتشتت الانتباه. يا مرحبا بالدكتورة أشواق. قبل ما نبتدي بس حابة أنوه اللي عنده أي استفسار أو أي مداخلة راح نترك المجال مفتوح في نهاية المحاضرة. تقدرون تستخدمون الشات أو تنتظرون للنهاية نفتح لكم المجال لطرح السؤال بالصوت يعني. فالمايك لك دكتورة أشواق، تقدرين. حياك الله. السلام عليكم، مساء الخير، يسعدني تواجدي معاكم في هذا المساء الجميل. الشكر موصول جمعية البحرين للتدريب والتنمية البشرية على الاستضافة، وأنا أنتهز هذه الفرصة أهنئ أبنائنا الطلبة ومنتسبين المدارس ومناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد، وأتمنى لهم عام مليء بالنجاحات والتفوق والأمان الصحي. راح تكون محاضرتنا عن الإجراءات الاحترازية الموصي بها للحد من انتشار جائحة كورونا في البيئة المدرسية. نعم، يشكل طلبة المدارس شريحة كبيرة في المجتمع، تقريباً 30% من عدد السكان، هذه حسب إحصائية 2018-2019. خلال جائحة كورونا طبعاً العودة إلى المدارس لها طعم ولها معنى جديد، لأن مثل ما تعرفون فيه يعني هي ممتزجة بين مخاوف أولياء الأمور، توتر الطلبة، وفي نفس الوقت إحنا عندنا تحديات إن إحنا نأمن لهم الأمان الصحي والتحصيل الأكاديمي. بالتالي إحنا ملزمين إن يكون عندنا موازنة بين الاحتياجات التعليمية النفسية للطلبة إلى جانب مراعاة صحتهم وسلامتهم، سواء الطلبة أو جميع منتسبي المدارس أثناء الجائحة. قبل أن نتكلم عن الإجراءات الاحترازية، نذكر بعض بشلون ينتقل هذا الفيروس. إذا عرفنا شلون ينتقل، بالتالي نعرف سبل الوقاية منه. إذن هو ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر، يعني شخص مصاب وشخص سليم جالسين مع بعض ما في بينهم تباعد اجتماعي. ينتقل أيضاً عن طريق الرذاذ المتطاير أثناء الكلام، العطاس، السعال، حتى الضحك بصوت عالي اللي ينتج عنه الرذاذ، لأن ذي الرذاذ بينزل ويقعد على الأسطح، وبالتالي بأي شخص سواء طالب أو أي شخص يعني بيمسك هذه الكتاب، هذا القلم، بيمسك هذا السطح، وبالتالي قد يلتقط الفيروس. نقول الوقاية خير من العلاج، نؤمن بهذا الكلام. فمن أهم الأمور الوقائية هي غسل اليدين بالماء والصابون وبالطريقة الصحيحة بشكل دوري متى توفر ذلك، يعني وضع كمية وافرة من الصابون في اليد والماء ودحك اليدين بحركة دائرية. هذه العملية عشان نقول إنها صحيحة تستغرق 20 ثانية، وبعد الانتهاء من الغسيل يجب أن يتم تنشيف اليد بمناديل الاستخدام الواحد والتخلص منها في سلال ذات غطاء يعني محكم. وإذا ما توفر الماء والصابون يمكن استخدام المعقم الكحولي، بشرط أن تكون نسبة الكحول فيه تقريبا 70%. المعقم الكحولي ما نحتاج أن احنا نجفف يدنا عقب، نتركه ليجف بروحه. الشيء الثاني قلنا من لما عرفنا طرق الانتقال انه يكون على السطح موجود الفيروس، فبالتالي تنظيف الاسطح والاشياء اللي تم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها جيدا بصوره دوريه. مثلا نقول على سبيل المثال في المدارس بيكون في تعقيم نقول طاولات الطلبه، الكراسي اللي يجلسون عليها، مقابض الابواب للفصول، لدورات المياه تكرمون، جميع هذه الامور. ايضا لو كان في اجهزه كمبيوتر بيستخدمها كذا طالب بيتم تعقيبها بين استخدام طالب والاخر. اذا عندنا في شيء بعد مهم اسمه اللي هو اتيكيت العطاس او السعال. عند العطاس أو السعال يجب استخدام المناديل
اللي قندات الاستخدام الواحد اللي ممكن تخلص منها في سلال القمامة محكمة الغطاء، ولكن إذا لم يتوفر المنديل بالإمكان استخدام ممكن نستعير عنه براح أو نقول باطن الكوع أو أعلى الذراع، ولكن ما نستخدم يدنا، لأن اليد هذه اللي بنمسكها اللي تغطية الفم أو الأنف أثناء السعال قد يمسك فيها الطالب أو الطفل أو أي شخص ما كان قلم كتاب ويقوم ينقله إلى شخص آخر، وبالتالي لازم نعلم أبنائنا بهذه الطريقة. نفهم عيالنا بعد أن تجنب لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال، إذا شفنا طالب يبين عليه أعراض العياء أو المرض الحرارة أو أنه يحقص أو يكح نبتعد شو ما نكون مقاربين له، ونأكد على الالتزام بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة. الكمامة يجب أن تغطي الفم والأنف وليس الفم فقط، إذا الفم فقط بيكون استخدامها ما له فائدة، فاستخدام الكمام لتغطية الفم والأنف بالطريقة الصحيحة سواء كان كمام طبي أو كان كمام قطني. الكمام الطبي هو استخدام واحد فقط لساعات معينة، بينما الكمام القماشي ممكن إعادة استخدامه بشرط أن يتم تنظيفه وتعقيمه بالطريقة الصحيحة. ونأكد على أبنائنا أن في حال أن ما نزع الكمام لأساس يتناولون وجبة الإفطار أو شرب الماء أو لأي سبب أن هم يحتفظون فيه في كيس نظيف لإعادة استخدامه في اليوم الدراسي، ولكن إذا وقع الكمام دي على الأرض أو لامس أسطح يعني غير نظيفة فيفضل الاستعاضة عنه بكمام نظيف. نأكد أيضا على أهمية معايير التباعد الاجتماعي، فإحنا بفضل الله إحنا حين في اللون الأخضر من الإشارة الضوئية، فالمسافة المسموحة هي للتباعد الاجتماعي هي نص متر، ففي الفصول الدراسية بيكون تقريبا نص متر قدام كل طالب والثاني، يعني نقول بالمتر المربع اللي هو يجعل في الطالب الطاولة بالكرسي، ونص متر أيضا بالعرض بينه وبين الصف الموازي له. هني نكون حققنا التباعد الاجتماعي. طبعا هذا على حسب معايير الإشارة الضوئية، الحمد لله احنا في اللون الأخضر قلنا نص متر، ولكن لا سمح الله لو صرنا في اللون الأصفر أو البرتقالي هني بتكون المسافة تقريبا متر بين طالب والثاني. التباعد الاجتماعي مو بس في الفصول، أيضا في الطابور، في دخول الطلبة إلى المدرسة، في انتظامهم أيضا لو استخدام أكثر، يعني كان في طابور لاستخدام دورة المياه نتأكد يكون في شخص بإذن الله في المدرسة واقف يراقب هذه المسافة بين كل طالب والثاني. نأكد على عيالنا حتى في الفسحة لما يجلسون لازم يكون في تباعد اجتماعي بينهم. وأيضا عندنا من أهم الأمور الوقائية هو اللقاح. في عندنا يعني إحنا نحث أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم لتلقي جرعتي اللقاح حسب المعلن عنه لكل فئة عمرية، لأن هذه من شأنه أن يرفع مناعتهم يقيهم من الإصابة، وإن أصيبوا تكون مضاعفات بإذن الله خفيفة، لأن حسب الدراسات اللي تم إجراءها على متلقي اللقاح لاحظنا أن اللي تلقون اللقاح حتى لو أصيبوا الأعراض جدا تكون خفيفة والمضاعفات تكون أخف. فحسب المعلن عنه في عندنا جرعتين للفئة العمرية 3 إلى 11 سنة، حاليا هي لفئة معينة اللي عندها ضعف المناعة مثل أمراض الجهاز التنفسي، أمراض القلب، السكر، السمنة المفرطة، الأورام متلازمة داون، العيوب الخلقية، هذه اللي عندهم نوع من اللقاح اللي هو السينوفارم يأخذونه على جرعتين. أما الفئة العمرية اللي هي من عمر 12 ل17 سنة فمتوفر لهم نوعين من اللقاحات السينوفارم والفايزر، إذن جرعتين بينهم 21 يوم، بعد 14 يوم من أخذ الجرعة الثانية بتتكون الأجسام المناعية. فطبعا اللقاح يعني نحث أولياء الأمور أنهم يسجلون أبنائهم ويتوجهون بهم لأحد المراكز على حسب الموعد والرسالة اللي ترسل لهم. في أمور مهمة هي تقوية المناعة، احنا قلنا في أمور وقائية، احنا عندنا في أمور لتقوية المناعة سواء الحماية من فيروس كورونا أو من أي مرض معدي.
هي كلها تنحصر في أنماط الحياة الصحية اللي تشتمل على النشاط البدني. نحث أولادنا وحتى نحث المعلمين المدرسين لكل فئة عمرية، الرياضة عنصر مهم. احنا نقول ممارسة الرياضة، ولكن في لها تكملة، ممارسة الرياضة بانتظام على الأقل 3 لـ4 مرات في الأسبوع بانتظام. أي نوع من أنواع الرياضات، لأن الرياضة مثل ما نعرف تحسن صحة القلب، تحسن حتى الحالة النفسية، تقينا من السمنة مثل ما ذكرنا. السمنة هي أحد العوامل اللي تضعف المناعة، وبالتالي بتحافظ على الوزن المثالي. اتباع نظام غذائي متكامل يحتوي على الخضروات والفواكه. دائما نقول ونعلم عيالنا نلتزم بالطبق الصحي المقسم إلى 4 أقسام يشتمل على جميع المكونات الغذائية، من البروتينات، من الكربوهيدرات، من الفواكه، من الخضروات، من الماء، جميع هذه المكونات. فلو عودنا أبنائنا على الالتزام بالطبق الصحي بيكون عامل مهم في تقوية مناعتهم. وما ننسى نذكر طبعا احنا في الإجازة الصيفية الأطفال شوي النظام اختلف عندهم، ما في أوقات معينة لتناول وجباتهم الثلاث على الأقل نقول، لأن صاروا ينامون بالنهار ويسهرون بالليل. ما علي، احنا حين جربنا المدرسة، احنا حين نحتاج تهيئة نعدل النوم، لازم أخذ قسط كافي من النوم على الأقل 8 لـ10 ساعات يقولون في الليل الأطفال. وأيضا وجبات الغذاء لازم تكون منتظمة، الـ3 وجبات، وأيضا يكون في وجبة خفيفة بين كل وجبتين، ونحاول أن تكون متنوعة. نحفزهم ونشجعهم على شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف. طبعا نقول لهم يبتعدون، نحذرهم من السلوكيات الخاطئة مثل التدخين، لأن هذه أيضا يضعف المناعة. والشيء الأهم اللي هو بعد الصحة النفسية، نحاول نوفر لهم جو من الهدوء بعيد عن القلق والتوتر، سواء حق أبنائنا الطلبة، حق المدرسين، حق الهيئات الإدارية، حتى حق جميع فئات المجتمع، لأن القلق والتوتر يضعف المناعة، والشائعات أيضا أخبار المغلوطة تضعف المناعة. الهدوء والتوتر يحسن مناعتنا ويقلل أو يخلينا أقل عرضة لانتقال أو انتقال المرض لنا. وبالتالي ممكن استقاء الأخبار من الجهات المعنية والأماكن الموثوق بها قبل إعادة نشرها، لأن أنا تلقيت مثلا خبر خلاني في توتر وقلق، لكن لازم أتحقق من مصدر الخبر قبل لا أنشره. نتأكد أيضا من حصول أبنائنا على كافة التطعيمات حسب برنامج التطعيمات المعتمدة في مملكة البحرين. في عندنا تطعيمات اللي هو من الولادة حتى دخول الطالب المدرسة، وبالتالي عندنا بعد تطعيمات مكملة في اللي هي الجرعة المنشطة، اللقاح الثلاثي في الصف الثاني الإعدادي. وكل ما هو مستجد على المجال الصحي بيكون له، أيضا لو استجد له تطعيم، لو استجد له يعني أي أمر أو إرشادات وقائية، بيتم بالتأكيد إرشاد هذه الفئة، لأن مثل ما ذكرنا فئة طلاب المدارس شكلون نسبة لا يستهان فيها من المجتمع البحريني. في عندي رسائل أوجهها لأولياء الأمور: عدم التهاون بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يسهم في الحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في الحد من انتشار الجائحة. إحنا بفضل الله، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وصلنا إلى اللون الأخضر من الإشارة الضوئية. فبالتالي عدم التهاون والالتزام بالإجراءات يساعدنا على الحفاظ على ما وصلنا له. نأكد على أبنائنا بالالتزام بالتدابير الوقائية، ونتأكد من مستوى وعيهم بها. قد يقرون هم غسيل اليد بالطريقة الصحيحة، ولكن أنا دوري كولي أمر، وأيضا دور المنتسبين المدارس، التأكيد على هذه الطلبة أو الأبناء، التأكيد، ونشوفهم شلون ينفذون هذه الإجراءات الاحترازية، وشلون يغسلون يدهم بالطريقة الصحيحة. قد يكون نشاط نسويه في البيت، نشاط نسويه في الصف، نشوف معاهم شلون يغسلون يدهم بالطريقة الصحيحة، ونشوفهم شلون يلتزمون بمعايير التباعد الاجتماعي، ونشوفهم شلون يلبسون الكمام. نأكد عليها، ممكن نسوي معاهم مثل ما نقول ديمو، نرويهم شلون يلبسون الكمام يغطي الفم والأنف،
وإذا نزع الكمام أيضا شلون ينزعه؟ ما ينزعه من الأمام، يشيله من الحزامين اللي وراء الإذن ويمسكه ويضعه في الكيس المخصص، ويغسل يده أيضا بعد نزع الكمام. نوجه أولياء الأمور بالتأكد من التأكد من صحة الأبناء قبل توجههم إلى المدرسة صباحا. يعني لو لاحظ ولي الأمر، لو لاحظ ويجب عليه التأكد وتفقد حالة ابنه قبل لا يروح المدرسة، نشوف إذا طلعت عليه أي أعراض للإعياء، شفنا تعبان، شفنا عنده يشتكي من صداع، ما نستهين بهذه الأعراض. شفنا عليه زكام، يعطس، يكح، أبدا ما نستهين بهذه الأعراض، فنخليه في البيت ونعزله ونتواصل مع الخط الوطني للتبليغ ونتبع الإجراءات اللي بيتم إبلاغهم أو إبلاغنا عنها. أيضاً هناك بعض الطلبة من لديهم أمراض مزمنة، أو مدرسين أيضاً أو إداريين عندهم أمراض مزمنة، في هالحالة يجب نأكد عليهم أن يلتزمون بالخطة العلاجية. ولي الأمر دوره يتأكد أن ابنه ملتزم بالخطة العلاجية، وإذا كان فيه أي تحديث يجب أن يتشارك بالخطة العلاجية مع إدارة المدرسة، لأن إدارة المدرسة على يعني مستعدة للتعاون مع الطالب وولي أمره لتوفير أعلى درجات الأمان في البيئة، الأمان الصحي لهذا الطالب، ومستعدة لتوفير جميع توصياته، توصيات الطبيب المعالج. أيضا أؤكد على أولياء الأمور التعاون مع إدارات المدارس في اتباع أي تعليمات أو إرشادات تستجد للحفاظ على سلامة أبنائهم. نأكد عليهم أيضاً بالاهتمام بالتهيئة النفسية للطالب قبل بدء العام الدراسي بوقت كافي. مثل ما تعرفون في عندنا طلبة مستجدين أول مرة بيدخلون المدرسة، وفي عندنا طلبة بينتقلون إلى مرحلة جديدة، وفي طلبة بينتقلون إلى مدارس جديدة. فجميع هذه الأمور قد تبعث بالتوتر والقلق على أبنائنا ونفسيتهم، فكل ما هيئناهم مبكر قل هذه الاضطراب والتوتر، وبيقبلون على المدرسة بدافعية وحماس. فيفضل اقترح على ولي الأمر أن يشارك أبنائه ويقص عليهم قصص محفزة، قصص حلوة عن المدرسة والدراسة، وممكن أيضاً أن يصطحبهم ويشاركهم في اختيار الأدوات المدرسية، سواء كان القرطاسية، الزي المدرسي، الحقيبة المدرسية، يشاركهم في اختيار ما يناسبهم. أيضاً ممكن أن ولي الأمر يرتب مع الأبناء أن لو استيقظوا شوية أبكر ممكن يجتمع معاهم على وجبة الأفطار اللي قد المفروض تكون متنوعة الأصناف. في هذه الفترة الطالب بيستفيد من احتياجات الغذائية، وبيستفيد أيضا من الكلام والحديث التحفيزي والمشجع من ولي الأمر. أؤكد عليهم أيضا بعدم التذمر من الروتين، روتين المدارس، من المصروفات أمام أبنائهم. هذه كلها كفيل أن هو يحقق السلام والصحة النفسية لأبنائنا، وهذه بينعكس على تحصيلهم وإنتاجيتهم بإذن الله. أحب أقول لكم كأولياء أمور تطمنوا، أعيالكم في أيدي أمينة، لأن هناك تعاون وتنسيق مشترك ووثيق بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم. في دليل العودة الآمنة أصدرته وزارة التربية والتعليم، أصدرت العام الماضي وأصدرت الحين دليل محدث لهذا العام بناء على المستجدات الصحية. هذا الدليل شامل في سيناريو التعليم، سواء التعليم عن بعد، سواء التعليم الحضور، في أيضا التعقيم، في جم يعني حتى حضور الطلبة، تنظيمهم، حضورهم، انصرافهم، استخدام مرافق المدرسة، دليل شامل للعودة الآمنة. أيضا وزارة التربية والتعليم عندها نقول خطوات استباقية، اجتمعوا مع إدارات المدارس بوقت كاف الإجازة الصيفية، وخلوهم على علم بجميع الإجراءات والاحترازات الواجب توافرها في البيئة المدرسية لضمان سلامة أبنائنا ومنتسبي المدارس من مدرسين وهيئات إدارية. وأحب أيضا أؤكد عليهم أو على أولياء الأمور أن هناك أيضا لجان في كل مدرسة، في لجنة للصحة والسلامة المدرسية. هذه اللجان على علم بكل الأمور الصحية وكل مستجد في البيئة الصحية، تتواصل على طول مع وزارة الصحة، وتوجد هناك آليات للتبليغ عن الحالة، عن حالات الاشتباه، وفي آليات أيضا لحصر المخالطين. هناك فرق عمل
تعمل على مدار الساعة فتطمنوا. نأكد عليكم احنا الحين في المستوى الأخضر. المستوى الأخضر لو ننزل تحت نشوف الإرشادات العامة اللي هو بيكون في عمل الفحص السريع في المدارس حسب التعليمات والإرشادات، في اتباع إجراءات التعقيم والنظافة والتباعد الاجتماعي، في مراعاة التباعد الاجتماعي داخل الفصول وفي المرافق المدرسية، بيكون في قياس درجات حرارة الطلبة والمعلمين، التنظيف والتعقيم بيكون دوري للصفوف والمرافق، وأيضاً بيكون هناك إجراءات لمستخدمي الحافلات المدرسية. دمتم بأمان، شكراً لحسن استماعكم، نفتح المجال لتساؤلاتكم. التربية والتعليم وجميع العاملين سواء من إذا بس أحد عنده أي استفسار نفتح المجال عندكم، يا تكتبونه في الشات أو ترفعون يدكم لطرح السؤال مباشرة على الدكتورة أشواق وهي تجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. ألو، دكتورة مساك الله بالخير. مساء النور، أهلا وسهلا. دكتور مسامحة إذا أخذت تأخر، بس استفسار بسيط بالنسبة للطلاب، هل يسوون فحص الكورونا يوميا أو يعني اللي بيحضرون المدرسة الطلاب؟ نعم، الفحص السريع بيكون بصورة عشوائية وقد ينفذ بمرتين إلى ثلاث مرات حسب الإجراءات اللي بتضعها. كل مدرسة بتحط إجراءات حالياً طبعاً بعد موافقة ولي الأمر. أوكي، يعني حدود اللي خلينا نقول مرتين في الأسبوع لفحصكم، مو يومياً. بيتم الإعلان عنه. إحنا ذي المرة تركنا المجال للمدارس نفسها، كل مدرسة بتحط لها دليلها الخاص، يعتمد يعني على حسب العدد وكذا، وبيتم إشعار أولياء الأمور بكم مرة بيتم تنفيذ الفحص السريع لهم، وطبعا ما بيتم إلا بموافقة ولي الأمر، موافقة مسبقة. يعطيك العافية دكتور، شكرا. الله سلامين. مساك الله بالخير دكتورة. مساء النور، أهلا وسهلا، تفضل. شكرا لك على المحاضرة والعرض الممتاز. أنا فقط عندي الله يسلمك استفسار بسيط، ذكرتي عن غسل اليدين والبريكوشنز اللي الطالب يأخذها في ردته البيت، هل فقط أن ولي الأمر أو أولياء الأمور فقط يهتمون في غسل اليدين، ولا بعد الأدوات المدرسية والكتب الأغراض الثانية يحتاج بعد إنه على طول تنظيف لها من يعني من كل الأدوات المدرسية، ولا ما يحتاج كفاية خلاص بس إنه نهتم في الطالب نفسه؟ نعم. شكراً لك. مثل ما ذكرنا إحنا، شكراً على السؤال، ومثل ما ذكرنا إحنا يعني نعود بحذر، إحنا فعلاً في المستوى الأخضر، ولكن يجب أن نتمسك بالإرشادات والإجراءات الاحترازية. الطالب عند عودته للمنزل يفضل أن الحقيبة المدرسية يتم تعقيمها، والحذاء تكرم يكون يتركه برا، ما يدخل داخل البيت، يخلي برا لفترة ويتم تعقيمه أيضاً. وطبعا غسل اليدين هذه من اهم الاشياء عقب ما يحط حقيبه برا، وحتى ملابسه لو يفسخهم ويخليهم يعني بيغسلونهم بيكون يعني مثل ما نقول منفصلين عن بقيه الملابس. ان شاء الله احنا نكون وصلنا ان شاء الله للمناعه المجتمعيه، احنا تقريبا وصلنا ل 70 ل 80% نسبه التطعيم، بس بعد مثل ما ذكرت نعود بحذر. لما انا رفع يده دكتور. اوكي دكتوره. نعم تفضل. ما ادري، انا بداخله ثانيه. حاضرين.
دكتوره التطعيم هل بيكون اجباري على كل الطلاب او يعني سن معين؟ نعم، التطعيم ليس اجباري وانما هو متوفر، ونحث اولياء الامور تسجيل ابنائهم في عندنا مثل ما في تطعيم اللي هو التطعيم السينوفارم من عمر 3 سنوات ل 11 سنه. حاليا هذا التطعيم لفئات معينه اللي عندها المناعه المنخفضه مثل الامراض اللي ذكرناها، بينما في تطعيم نوعين من التطعيم السينوفارم والفايزر، هذا موجودين للفئه المتوفرين لجميع الابناء من عمر 12 ل 17 سنه ينأخذون على جرعتين. هو ليس اجباري لكن مثل ما قلنا هو نوع من الوقايه. اوكي دكتوره، هل في يعني عندكم تسهيلات حق الطلبه لو يعني لما قدروا يوصلون مراكز تطعيم يتطعمون في مدرسه معينه او وزاره التعليم توفر لهم مركز معين خاص حق الطلاب؟ هل عندكم يعني بلان او خطه حق التطعيم مستقبلا؟ يعني وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة التربية مستعدين لأي إجراء يخدم طلبتنا. حالياً احنا عندنا تقريباً 28 مركز صحي على منتشرين في مملكة البحرين، أعتقد قريبين جداً من كل يعني أقل من ربع ساعة الوصول لها من المحافظة في المحافظات، فالتطعيم متوفر فيها كل يعني في كل هذه المناطق. حتى لو جربت تسجل اليوم ابنك او ذي للتطعيم بتلاحظ ان المسج تجي له بصوره سريعه، يعني خلال يومين ممكن ينعطى موعد وفي المركز القريب اللي هو يختاره. ولكن اي احتياج للطلبه من تطعيمات او يعني احنا مستعدين، بس مثل ما قلت هذه الفئه العمريه تتوجب يعني يفضل او يجب تواجد ولي الامر فيها. جزاكم الله خير، رحم الله والديك، والله يسلم جميع ان شاء الله، مشكوره. اللهم ما عندنا استفسارات حاليا في الشات، بس عندنا شكر على الجهد الطيب اللي قمتي فيه دكتوره من خلال الشرح اللي قمتي فيه وتفضلتي فيها. فعندنا بس في استفسار بسيط، في شخص يسال اذا ممكن نرسل لهم الماده العلميه في النهايه اذا مسموح لنا بهاي الشيء. نعم، بتسجلات بشكل PDF. نعم، بيتم التواصل إن شاء الله عن طريقكم. من نسخة من السلايدات اللي انعرضت، فاللي حاب يحصل على نسخة منها يقدر يتواصل ويانا على رقم الجمعية وإن شاء الله نرسل له. بس عندي طلب بسيط من المشاركين، أنا أرفقت لكم رابط لتقييم محاضرة الليلة، راح يسعدنا أن نسمع رأيكم في المحاضرة. ما بياخذ منكم اكثر من 5 دقائق، يمكن 3 دقائق حتى. فشكرا جزيلا لكم، شكرا لجميع الحضور على تواجد الليله، والشكر موصول للدكتوره اشواق على قبولها دعوه الجمعيه وتقدير اللي قدمتها لنا، وان شاء الله نتمنى عوده امنه وحميده لجميع الطلاب والعاملين في كل. فيعطيكم العافيه، واذا عندك دكتوره اي كلمه اخيره قبل ما نختم المحاضره. الكلمة اللي بقولها، نعود بحذر، نلتزم بالإجراءات أساس نحقق المكتسبات اللي وصلنا لها. وبتكاتف الجميع وجميع يعني الالتزام من جميع الجهات عشان نقدر نوصل للهدف اللي من خلاله اللي طول هالفترة قاعدين نعمل عليه مع في البحرين يعني. فنتمنى أن الكل يكون آمن و الكل يكون حذر الفترة المقبلة، وإن شاء الله نتمنى الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا، والله يعطيك الصحة والعافية دكتورة على مشاركتنا الليلة. و شكرا.